التدابير الاستعجالية لاستغلال المنتوج السياحي للنواب المحترمين نور الدين مضيان، محمد طيبي وميمون شطو من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل سيدنا المحترم لطرح السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، فقط للتذكير أنه هذا السؤال سبق أن وضع بتاريخ 17/5/2006، وخلال هذه السنة بحول نفس الموضوع طرأ الكثير من المستجدات الإيجابية حول استغلال المنتوج السياحي ببلادنا. بطبيعة الحال موضوع السؤال هو أنه الوزارة لا شك أنها تتوفر على مسح جغرافي توبوغرافي شامل حول المواقع السياحية الهامة ببلادنا سواء بمختلف أرجاء الوطن، سواء على مستوى البحر أو على مستوى الجبال أو على مستوى الاستغلال الثقافي لبعض المواقع السياحية. ومن جملة هذه الأقاليم بطبيعة الحال أقاليم الريف التي تتوفر بطبيعة الحال على إمكانات هائلة سياحية مختلفة. فالسؤال ديالنا، هل للوزارة أو للحكومة استراتيجية واضحة لبرمجة الاستغلال السياحي لمختلف هذه المواقع؟ وشكرا. شكرا سيد نائب المحترم، الكلمة للسيد الوزير المحترم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، سيدات السادة النواب المحترمون، أولا طبعا نقول أن قطاع السياحة عرف تطور هام في الفترة ما بين 2002 و2006، والحمد لله. ونقول لكم أن الآن يجب أن نحرص على احترام الآجال المتعاقد عليها من طرف المستثمرين والمستثمرين الخواص لبلوغ أهداف رؤية 2010. فيما يخص الريف، طبعا الحكومة لها أهمية قصوى، انطلاقا من أولا المشروع اللي غتستفد منه، أول مشروع هو مشروع محطة تصعيدية اللي قريب من أقاليم الريف واللي غادي يكون سوق مصدرة للسياح هو بداته. هذا المشروع ديال التصعيدية اللي هو أهم مشروع سياحي اللي عرفته بلادنا، بحيث أنه تشيد 30 ألف سرير وغادي يكون فيه 8000 منصب شغل قار باستمرار في السعيدية، وتقريبا نصف مليون سائح سنويا غادي يمكن له يصدرها على الأقاليم المجاورة لزيارات المناطق المجاورة بالسعيدية. ثانيا الحسيمة كذلك اللي عرفت مشاريع مهمة، لأن خلال الزيارة الأخيرة ديال شهر مارس 2007 علت الحكومة ووزارة السياحة على برامج تأهيل إقليم الحسيمة ومناطق الحسيمة. أولا نذكر بأن الحكومة وفات بالالتزام ديالها أنها صندوق الإيداع والتدبير يشري الفندق ديال كيمادو محمد الخامس ويرمو ويسيروا بطريقة مهنية، هو فندق رمزي لجميع سكان المنطقة. ثانيا كذلك كان من الالتزامات ديالنا أننا نشيد منتوج سياحي جديد في الموقع ديال نادي البحر الأبيض المتوسط السابق قرب الحسيمة، هذا كذلك تم توقيع عليه مع صندوق الإيداع والتدبير خلال زيارة مارس 2007. ثالثا إضافة منتوج ديال السياحة الجبلية في الجبال المجاورة لمدينة الحسيمة، وقعنا على الاتفاقية اللي تتمول تهيئة هذه المنطقة ديال السياحة القروية والجبلية ثم غنتمكنوا من تسويقها. وأخيرا وأهم مشروع اللي يمكن لي نلح عليه بإذنكم، التزمت الحكومة بإدخال مدينة الحسيمة في المخطط الأزرق، أي إضافة محطة شاطئية سياحية من مستوى دولي في موقع فالايريس. ونستغل المناسبة باش نخبر السيدات والسادة النواب المحترمين أن طلب العروض صدر في الجرائد يوم 9 أبريل الماضي، هذا طلب عروض دولي لتهيئة محطة كالايريس، وإن شاء الله تنستغل المناسبة باش نتوجه للمستثمرين في قطاع السياحة ونطلب منهم أنهم يجاوبوا بأعداد مهمة جدا من هنا إلى فاتح أكتوبر المقبل اللي غادي يكون الأجل الأخير لهذا طلب العروض. شكرا للاهتمام. شكرا سيد الوزير المحترم، الكلمة للسيد نائب المحترم. شكرا مشكرا. شكرا سيد الوزير، مما لا شك فيه بطبيعة الحال كما استمعنا أنه الحكومة أنجزت يعني برنامجا طموحا بالنسبة لمجموعة من الأقاليم، ومن بين الأقاليم
هو إقليم الحسيمة الذي ظل بطبيعة الحال مهمشا لسنوات عديدة، ونقول اليوم بأنه حان الوقت لأن يعاد لهذا الإقليم اعتباره، والاعتبار الأساسي له هو تنميته وتأهيله سياحيا لسبب واحد، هو أن إقليم الحسيمة هو لا يمكن أن يكون إلا إقليما سياحيا بما حباه الله من مؤهلات سياحية نادرة سواء شاطئية وجبلية وثقافية. فبطبيعة الحال أنه إدخال الحسيمة ضمن الأقاليم ديال المخطط الأزرق هي بشرى خير، بطبيعة الحال من شأنها أن تساهم بشكل واضح في امتصاص البطالة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نتوخاها جميعا وتوخاها صاحب الجلالة من خلال زيارته المتعددة واهتمامه الخاص بتنمية الإقليم الذي ظل كما قلنا خارج التنمية لسنوات خلت. ففقط سيد الوزير أشير بطبيعة الحال إلى أنه أن الذي أريد أن أؤكده هو تتبعكم يعني للإنجاز هذه المشاريع. فبطبيعة الحال باش نقولها بكل صراحة أنه هناك يعني واحد الإرادة وهناك واحد العزيمة ولكن ينقصها التتبع. وكذلك أشير إلى أنه هناك ما يسمى بالمدرسة الفندقية التي فتحت أبوابها هذه السنة، وهي مدرسة بطبيعة الحال لا تتوفر فيها أدنى شروط، وهي ماشي تابعة لكم، تابعة لإدارة أخرى. كيف يعقل أنه مدرسة فندقية طلابها يعني لا يستفيدون من التطبيقي، شكرا سيدنا المحترم، شكرا.